شعيب بوفصيل ودفاس 13 سنة وضحية شعبي صاب الورد اي كي اي سنايك. مازال نظر ونتكلم سيلوم دادو عمر كتابي وقلم ما لما اخوتي راني بغامر بدو صفحة جديدة وفهم خليتو الماضي خاسر بغينا السعادة ماشي للمسؤولين يقولوا حاضر. سنيك بلونجلي هي كتعني التعبان. سنيك تعبان. ماشي انا اللي اختارت الراسي السميه، اختار لي واحد الدري اللي هو توفيق حجبان ديكاس لي منايا تو. هما الناس اللي تسنت لهم في الاول مسلم دومبيك تو باك تيغا بزايد، ماشي غير واحد ولا هما بزاف بهم. وفي الاول كنت يعني بحال دابا كنجمع حتى الدراهم من الواليد مع الواليد صافي تجمع مع عند الجيران هذه صافي الحمد لله. بقيت كنسجل حتى دابا دابا الحمد لله كاين الدراري اللي كيتعاملوا معنا داك الشيء فخي وكاين الدراري كيديروا معنا ثمن مناسب وكيشجعونا واليوم بيس اليوم منايا. والدي ما كانوش في الاول عارفين حتى التالي صافي حتى شويه بديت بحال اللي تنخلق واحد البوز عاد عرفوا عاد وصلتهم هذا الشيء الحمد لله. دابا مقنعين بهذا الشيء اللي كندير. إيه اللي عطاوني مع من ندير في تورينغ نقدر نعزل الفرده والسبعاتون اللي ديديكاس ليهم هنا يتوب و حيت هما اصلا قدامين عليا في الدومين ديال الراب فهمتي واحتراما الناس اللي قدام لولد سكول والتراب البنات اللي تيديروا لي بوب انا كنشجعهم ماشي انا معاهم مي يحاولوا يهزوا النيفو ويخطيهم داكشي ديال الستوريات وداكشي اللي فهمتي راه على بالهم. اللي تنعترف بها واعترفت فيها في تراك واحد هي منال عجبتني كلاش ديال البيغ. هو بصح الا كانوا بحال دابا قاصه ولا شي حاجه ممكن يرد عليهم مي انا معاه الا كانوا بحال دابا داروا له مشاكل فهمتي انا معاه. انا ماشي انا ماشي رديت عليه حيت هو قاصني واحد شويه مش في الدراري ديالنا بحال دابا كم مليوحين في داك فهمتي في داك الفوطو مي ماشي انا رديت عليه مقلبي يعني باش شويه البوبليك يتمتع ويحس باللي الراب في المغرب كاين. انا ماشي ما كنحملوش ولا كنكرهو ما كيعجبنيش بالعكس البيك عزيز عليا وتيعجبني في الموسيقى ديالو مي هادشي اصلا كيبقى يغام. وبغيت نقول للبوبليك فاش شوفوا شي دوز ارتيست تيطايفوا بيناتهم عرفوا بلي داكشي غير غيم وغير لعبه وهذا هو قانون الراب. بغيت نقول الانتقادات في لي كومونتير وما تيقولوا سالم الراب وسير كمل قرايتك مي انا تنقرا متبعهم بجوج الحمد لله وكاينين انتقادات ديال الناس اللي باغيين يهرسوك. بغيت نقول لهم شكرا بزاف انتوما اللي كتخليوني نكمل لاز هكا فاش كيقول لك ديك الكلمه ديال اصغر رابور تعجبك الحال كتقول واو شو يعني انا هو اصغر رابور في المغرب لا ما يمكنش صافي تعجبك ديك الاحساس كيكون زوين بزاف. هو بغيت نضح واحد اللعبه يعني دابا راه كنكتب راسي مي ديجا عاونوني في كتابه وصحوا لي كتابه مي فاش بديت انا فهمتي كنتقاتل كنكتب شي حاجه وقطع ولي عاود قطع صافي الحمد لله تخرجت لنا النتيجه بقى الاب والام ديالي هما السند الاول ديالي والاخر ديالي. الميساج ديال التماسيح وصلته للشعب وصلته للحكومه المغربيه باش عارف بلا ولاد الشعب ضايعين واش نخصهم على داكشي لعبت له هذيك القصه يعني حسيت بولاد الشعب وهذا وبلاد حومتي كيعاني وهذا صافي الدراري كيقولوا لي فكره معنا صافي داكشي جمعته وحطيت الفكره ديالي بالطريقه ديالي. الحلم ديالي في المغرب هو يعني نز الراب ونكون انا هو اللي كاين في الراب وبغيت يعني الراب المغربي انا اللي حاكمه ونز النيفو ديال الراب اللي بغيت انا ننصح به الدراري اللي عاد بداو ما تديوش في ليفي راه حتى حاجه. الراب راه ماشي هو ليفي ولا الراب راه ماشي هو ليفي الراب هو يكون عندك الليركس ويكون عندك الخدمه وتخدم وكل ما حنا بيناتكم ولا جا عندك شي واحد قال لك عاوني بالعكس خصك تعاونوا تبينوا للبيبليك وهادشي اللي كان. بغيت نقول البيبليك ديالي كنبغيكم بزاف ولا ما كنتوش نتوما ما نكونش انا مع سلطانه وكنا مغاربه والله يشال على الجميع وهادشي اللي كاين والدراري اللي عاد بداو كنقول لكم كملوا ما تحبسوش وليفي ما تشوفوش فيهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.